الهدف وسولدادو وميسي هل يكسر بقى قاعدة إذا كانت الضائعة؟ وهنا أمامنا بقى ميسي يضعها في أجمل بقاع المرمى بعد ما احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء. أدي أمامنا هنا اللاعب فابريجاس اللقاءات الأخيرة لم يحقق أي انتصار بل خسر في ملعبه أمام خيخون خسارة 1-2. هنا أمامنا بنتابع اللاعب وينكا الأبا حلوة والمعرض في هذه اللقطة. هذه الكرة عندما يعني لا تريد أن تطاوع ميسي لكن اليوم الكرة عايزاه، الكرة عايزاه، الكرة بتحبه، فالكرة بتجيله أمامنا هنا ويضعها ويرفع رصيده بالأهداف ل 12 هدف. وبعد ما سجل في الدقيقة 12 ركلة جزاء يسجل في الدقيقة 22 اللاعب إيزاك وينكا يصنع عرضية، ودفاع ريال مايوركا يبدو حائرا في مباراة اليوم لأنه كانوا أعدوا نفسهم للأسماء الأكبر لإنيستا وتشافي، وطبعا الأسماء الموجودة أمامنا هنا هو إيزاك وينكا. وادي أمامنا كرة ملعوبة على طول، وشوف أمامنا ميسي متواجد، ميسي دايما متواجد. وألكانتارا سجل في مرمى فياريال، ميسي يتوعد وميسي يسجل أشار بالثلاثة، ليس بثلاثيته الأولى هذا الموسم، ثلاثية في أوساسونا وثلاثية في أتلتيكو، لكن ده أجمل أهداف المباراة. أدي أمامنا الكرة الملعوبة الجميلة، كرة ملعوبة حلوة حلوة، وشوف التحرك أمامنا والتوقيت والنظر.